لو أنت يا أستاذ محمود مدير كبير، أكبر مدير في العالم عن الإنترنت، أوزع في الأسواق وخليه 5G. وزع في الأسواق خليه 5G. إيه حلو. طيب إيش في أشياء مثلاً تسوي شروط معينة للإنترنت؟ يعني لا حد يلعب فيه أكثر من 3 سنوات. لو اكتشفت وأنت مدير الإنترنت إنه في واحد أقل من 3 سنوات يلعب فيه، أمنع النت من هذا البيت 3 أيام. والله خطير. احمد ربك منهم مدير الانترنت، ولا كان كلكم اللي تشوفوني الان ممنوع من عندكم 2 شهر الانترنت. اسمع انا معك، اتفق معك. حلو. طب اللي ما يسمع كلام امه وابوه وش تسوي له عقوبه في الانترنت؟ امنع من النت كمان كم شهر. شهر. والله انت خطير قسم بالله. تسوي اشياء معينه تخلي مثلا يعني الانترنت مثلا الصغار ما يدخلون إلا على مواقع الصغار. إيه. ممنوع اللي يدخلون مواقع مثلاً الكبار. لو دخلوا الكبار في رقم سري. حلو. كيف تعرف أنت مدير إنترنت إن هذا اللي يستخدم الإنترنت صغير ولا كبير؟ مركب كاميرا صغيرة بالإنترنت. كاميرا مراقبة. إيه. صغيرة بالإنترنت. مشكلة أنت لأن ده صدقني ما يشترك عندك ما بينته. وشوفني. طب انا في اي مكان تقعد تتفرج فيه انا مسكين انا وش ولد لا تشوفني احسر جوالي انكسر جوالي صقعت بدا.